أهلا بكم إلى جولة في الصحافة المحلية والدولية من القدس دوت كوم. البداية من الصحافة المحلية، حيث كتبت صحيفة القدس على صفحتها الأولى العناوين التالية: الحكومة الإسرائيلية تبلغ الجانب الفلسطيني رفضها إطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى. الاتحاد الأوروبي قلق من مخاطر اشتعال العنف في المنطقة على خلفية التوتر حول الحرم القدسي الشريف. مستوطنون يحاولون السيطرة على وادي قانا بحماية الجيش الإسرائيلي. 26 مليار دولار أصول الجمعيات اليهودية بأمريكا. أما صحيفة الحياة الجديدة فكتبت: إسرائيل توجه صفعة للإدارة الأمريكية وترفض الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى. الاحتلال يزعم اعتراض زورقين لتهريب الأسلحة قرب حدود غزة. تقرير أوروبي يقول: سياسة إسرائيل في القدس الشرقية تهدف لضمها من جانب واحد. مسيرات سلمية بالضفة تحيي يوم الأرض، والاحتلال يقمعها ويجرح العشرات. ونطالع في الأيام: تعطيل إسرائيلي لإطلاق الدفعة الرابعة من الأسرى، وواشنطن تتحدث عن جهود متواصلة لجسر الفجوة. الاتحاد الأوروبي يحذر من مخاطر اشتعال العنف وانهيار المفاوضات بسبب الممارسات في الأقصى. وجنيف مجلس حقوق الإنسان يعتمد بأغلبية ساحقة 4 قرارات لصالح فلسطين. استشهاد 7 لاجئين فلسطينيين في سوريا. إلى الصحافة الدولية، ونطالع في الشرق الأوسط السعودية. قمة خريم، أوباما: لن نقبل باتفاق سيء مع إيران. تحرك للكشف عن مصير 20 لبنانيا فقد الاتصال بهم بعد معارك قلعة الحصن. مقتل 4 أشخاص بينهم صحفية برصاص الإخوان. الساعد القذافي في أول ظهور إعلامي يقول: أطلب العفو وأعتذر للشعب والدولة. ونطالع في الحياة اللندنية، قمة سعودية أمريكية تناقش الملفات الساخنة والعلاقات الثنائية. خطة أمريكية لدعم عسكري للمعارضة السورية. لبنان: اغتيال جديد لأحد رجال الأمن وإصرار على تنفيذ الخطة الأمنية لطرابلس. كيري يحاول إنقاذ عملية السلام بعد رفض إسرائيل إطلاق الأسرى. أوباما يشدد على ضرورة سحب القوات الروسية من الحدود الأوكرانية. ختام أقوال الصحافة، أجمل تحية، وأترككم مع الرسوم الكاريكاتيرية.